يسعد المؤمن في الدنيا لأن الله عز وجل يرزقه طمأنينة القلب والقناعة بما يؤتاه، فلا يشتغل بما لم يأته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. لا إله إلا الله. قارنوا بين الحالين يا إخوة. من كانت الدنيا همه ونيته فرق الله عليه أمره، فتشعبت به الأمور في قلبه، ما يرتاح، إذا جاء ينام، إذا جاء على جنبه الأيمن تذكر كذا، وإذا ذهب إلى جنبه الأيسر تذكر كذا، ما يرتاح. وجعل الله فقره بين عينيه، بين عينيه كل ما نظر ماذا يرى؟ يرى فقرا. لو امتلأت الخزانة يرى فقرا، فلا يسعد لأنه يلهث، لأنه يحس أنه فقير، ومع ذلك لا يأتيه من الدنيا إلا ما كتب الله له. أما من كانت الآخرة نيته، المتقي العبد الصالح، جمع الله عليه أمره فلا يغوص في الهموم وجعل غناه في قلبه فهو مطمئن القلب بما رزقه الله. إن رزقه الله القليل قال: الحمد لله، والله إني أحسن من غيري. وإن رزقه الكثير قال: الحمد لله، وأتته الدنيا وهي راغمة، فيعيش في الدنيا سعيدا.